والنهاردة معانا حرف جديد من حروف اللغة العربية وهو حرف السين. حرف السين، عايزين كلمات بتبدأ بحرف السين. سمكة. قول يا زين. سمكة. سمكة، برافو. مين كمان؟ نرفع ايدينا. نرفع ايدينا. ها قول يا احمد. ساندي. برافو. اسم بنت. ها محمد. سلحفاة. برافو محمد. ها بنت بقى. محدش يقول ميس. ها نرفع ايدينا واحنا قاعدين مكاننا. قولي يا امنه. سفره. برافو عليكي. ها ساره. سنجاب. قلناها قبل كده. ها عايزين كلمه جديده. قولي يا عايله. سجاده. برافو عليكي، كلمه جديده يا عايله. ها نقول مين كمان. انا. سليم. ثعبان. بيبدا بالساء. احنا عايزين كلمه بتبدا بالسين. قولي يا رونزا. سماء. برافو عليكي، كلمة جديدة. قولي يا جوزي. س ايه؟ سنة. برافو عليكي، كلمة سنة بتبدأ بالسين. نور. سارة بتبدأ بالسين. برافو عليكي يا نور. نشوف ولد. ها قولي يا ساجد. سلمى بتبدأ بالسين. برافو عليك. ها يا أنس. سكر. برافو عليك، كلمة جديدة يا أنس. ساجدة. بنوتة برضو بتبدأ بالسين. شاطر يا يزن. حمزة. زمارة. لا زمارة بتبدأ بالإيه؟ بالزاي مش بالسين. إيه؟ عايزين كلمة تبدأ بالسين. قول يا معاذ. سنارة بتبدأ بالصاد. إيه؟ مختار. شمس بتبدأ بالشين. ها مين تاني؟ طيارة بتبدأ بالطاء. قولي يا حبيبة. سلحفاة قلناها قبل كده. ها خديجة. سليم. برافو عليكي، بيبدأ بحرف السين. ها قولي يا أسيل. صورة بتبدأ بالصاد. ها زين. ساجد بيبدأ بالسين. برافو عليك. ها حد عنده كلمة جديدة تانية بتبدأ بحرف السين؟ قولي يا أحمد. أنا سفر. برافو عليك، كلمة جديدة ومختلفة. ها يوسف. سور. برافو. سوق أو سور بيبدأ بحرف الإيه؟ السين. ها إيه كمان؟ قولي يا لين. لا صورة بتبدأ بالصاد. سكر قلناها قبل كده، عايزين كلمة جديدة. ها قولي يا ساجد. صياد. بيبدأ بالصاد. نركز في الكلمة كويس وننطقها الأول قبل ما نقولها. ها يا سليم. سوق قلناها خلاص. سوق. قولي يا معاذ. سليم قلناها. ها خلاص كده. ها حمزة. سمكة قلناها. زين نقعد. زين. يوسف بيبدأ بالياء. أحمد. سلمى قلناها. ها سور قلناها. ياسين. لا بيبدأ بالياء. حبيبة. سليمان. ولد بيبدأ بالسين. طيب يبقى كده احنا عرفنا مجموعة من الكلمات اللي بتبدأ بحرف الايه؟ السين. بحرف السين. يلا نكتب كلنا بقى حرف السين على الهواء. ها بيكتب ازاي يا ولاد حرف السين على الهواء؟ حرف السين على الايه؟ طيب عايزين نقول حرف السين بحركاته الثلاثة.